الناجي. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك حبيبي. ازيك يا نادر؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. بارك ايه واخبار الاسره كلها بخير؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. كل الامور عندك تمام؟ انت ازاي صحتك؟ الحمد لله. البنات وكل الدنيا في نعمه الحمد لله. الحمد لله. نلف كده عشان نبدا نتكلم شويه كده بقى. عاوزين نتكلم النهارده في حاجات انت ما قلتهاش قبل كده. انت ما انت عارف كل حاجه. لا ما انا عارف بس الناس مش عارفه. هنقول له؟ هنتكلم في كل طبعا حاجه. طبعا طبعا. اخبار ايه الفرقه الجديده؟ الحمد لله الامور بتتحسن وفي مدرب يعني انا بعتبره عبقري يعني. مين؟ الكابتن احمد سامي. لا احمد سامي ده احنا عملنا معاه حلقه كويسه قوي قوي قوي. مدرب انا يعني ان شاء الله في يوم من الايام هيبقى في حته كبيره. كل واحد لازم ياخد حقه بقى. لا حقيقي يعني مبسوط جدا اني بشتغل معاه وان شاء الله يحقق الهدف اللي احنا عايزينه ان شاء الله. انت شايف الدوري السنه دي ازاي؟ هو طبعا انا عايز اقول لك ان الدوري يعني لعيبه الكره في مصر بتعامله بشكل غير ادمي. غير ادمي؟ ازاي يعني؟ يعني ثلاث مواسم متتاليه يعني مع بعض. عارف انت اللي بتلمس وترجع؟ يعني لو خدت يوم اجازه يبقى يعني بصل لك فيه كمان. ما انا بقالي في الدوري مع سموحه ومع سيراميكا حوالي 3 سنين ونص. خدت اجازه في يوم قد ايه؟ 3 ايام. طب كويس. يوم سفر ويوم جاي يوم لا يعني اللعيبه معذوره جدا طبعا. يعني دايما كان في جمله يقول لك لما التعب يحل التركيز يقل. لما التعب يحل التركيز يقل. دي جمله كويسه. هل دي بعض الناس بتاخدها مدربين او لاعبين بياخدوها حجه؟ لا لا. لك اللعيبه مجهده. لا اصل انت دلوقتي انت في زمن الاحتراف اللعيب عايز يعمل احسن حاجه عنده عشان اخر السنه بيتحاسب وفي انتقالات وفي فلوس وفي بيزيد وفي بيقل. فتاكد ان اللعيب عايز يعمل احسن حاجه. اذا توفرت له الامكانيات واذا توفرت له المناخ الكويس فهو هيطلع احسن حاجه. عندنا ازمه في حراس المرمى في مصر؟ لا بالعكس ده مركز غني جدا. مركز غني جدا جدا. هنقعد عشان نطلع بقى الاوضه الفطار كلها. هنقعد هتشرب شاي وهناخد تقرير. اتفضل. هتشوف فيه كده تقرير. مدلعني بيقولوا انت مدلعني. لا مش مدلعني. بندي كل واحد حقه. ربنا يخليك. وهنحكي بقى على افريقيا ونحكي على هنا وعلى هنا وعلى لوس انجلوس والحلال البنك. فاكر كابتن عبد الله يرحمه. هناخد تقرير مع الكابتن احمد ناجي وبعد كده هنرجع هنحكي بقى كل حاجه. هو بدا منين وكان فين وجي النادي الاهلي ازاي وقبل في الاختبارات ازاي؟ هل في مدربين كويسين عينيهم كويسه ان يشوفوا اللاعب يقول لك ده ينفع حارس مرمى ولا مجرد بتيجي بالصدفه؟ هنشوف التقرير ونرجع تاني مع الكابتن ناجي نتكلم معاه في كل حاجه.